بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده هنتكلم عن المخرج اللي انا كنت سميته قبل كده المخرج في انالوج. هو في الحقيقة نوع من انواع ديجيتال، لكن انا بعدل فيه، بعمل هو اسمه المخرج اسمه بي دبليو ام. البي دبليو ام ده اللي هو البالس وايد موديفيكيشن تقريبا، بعدل في عرض الموجة، حتى هو حطوا لي تبع قائمة الميكاترونكس، بعدل في عرض النبضة. الفولت ما بتغيرش الا ان التباعد ما بين البالسز هو اللي بيعمل لي بيظهر لي الفرق في القيمة، عشان كده سميتها كقيمة انالوج وليس سميتها ليست اون اوف. طيب هبرمجه ازاي؟ بطلع العنصر اللي هو البي دبليو ام ده، لما اجي اعمل كونكشن يقول لي انا ما عنديش حاجة اسمها كومبوننت للكلام ده، فلازم اعدل في البروبرتيز بتاعتي، وانا عايز لازم اتاكد او يعني الفت الانتباه ان الاتميجا 8 تشمل على 3 مخارج، في حين الاتميجا 328 تقريبا عليها فيها 4 مخارج بي دبليو ام، فده اللي لازم نعرفه. عندي كمان التردد بتاعي، بما اني ببرمج مايكرو كنترولرز فممكن اعدل في الكريستاله زي ما احنا اتعلمنا، وبالتالي ممكن اعدل في الفريكونسي اللي داخل البالس اللي انا هعدلها. البريود عندي الريجستر 255 تمام. السكيلر ديفايد ده انا ممكن اقسم بحيث ان انا العب في التردد، اقلل ازود، فاعلى حاجه لو كانت البريود بتاعتي او هو قسم واحد فهو بعد اعلى تردد. المهم التفاصيل دي بنذكرها بعد كده. البرمجه بتكون كالاتي، طبعا كالعاده هخش اللوب، في بطلب حاجه اسمها الكومبوننت. الكومبوننت ده خاص بالدبليو البي دبليو ام، واقول له في البدايه بقول له انيبل يعني شغله لي، دي لازم اعمل الخطوه دي انيبل. تاني حاجه برضو كومبوننت اقول له اقرا لي سيت دودي سايكل، اقرا لي السايكل بتاعتي، فلازم اديله هنا ايه اكسبريشن بيقول لي انا عايز كذا متغير يعني بارامترز يعني، فوليكن زي متغير زي، طبعا لو هيقول انا معرفوش فلازم ادخل الفاريبلز، ادي نيو ادي الزي، واديله انيشال فاليو وليكن زيرو يعني مش مشكله، المهم اديله فاليو كاسم اولي يعني. طبعا هنا لاحظ هنا طالب مني بايت، هو هنا التايب نوعه بايت وانا عايز بايت، خلاص بديله اوكي قبله، معناه لما يجي لك اكس اقراهولي. طيب الانيشال احنا قلنا لما نعمل سيموليشن وفي شيء ايرورز، انا قلت الانيشال بتاع الفاريبلز عندي زيرو، فهو اصلا كده اوريدي مصفر لي يعني قيمه صفر، لا انا عايزه يبقى قيمه متغيره، فلازم ادخل حاجه اسمها الايكويشن، الكالكوليشن دي ادخلها فاحط ايكويشن، فايه المتغير اللي عندي كان زي ايكوال هيساوي يساوي، دي مش ليست يعني كمعادله بالمعنى اللي احنا كنا اتعودنا عليه، زد بيساوي زد، انا اقول زد زائد وليكن 10 وليكن 10، معناها لما تجي لك زد انتقل للمرحله الثانيه زود 10. هنشوف البرمجه بيقول ايه. هنا بيقول اول حاجه اقرا عشان بس نفهم، هنا افتح لي البي دبليو ام، البي دبليو ام البنايه دي احنا اتفرجنا على الشيب، الثلاثه دولت البورت بي 1 بورت بي 2 بورت بي 3 هو البي دبليو ام، الثلاثه دولت، فلما انا اخترت اول طرف هو البورت بي 1، يبقى الثلاثه دول مختصين كمخارج بي دبليو ام، نبضه قابلين للتعديل الوايد بتاعها العرض بتاعها تمام. هنا معنى ايه؟ ان لما يجي لك صفر، لما تجي لك الزد او زي يعني يجي لك هنا بقيمه، اولا هيبتدي بصفر، اول ما يجي لك في الحته دي زود على قيمه 10، وبعدين لف لفه لف لفه وزود على القيمه 10 هتبقى 20 30، هيقعد يلف لغايه ما يوصل 250، هيجي يزود هيقع فيرجع تاني للصفر. نشوف الكلام بس النبض سريع جدا جدا جدا، فلازم نعمل له ديلي. ديلي كمان فين الديلي؟ يسحب كده الديلي نحطه في اي مكان. الديلي وليكن 100 ملي ثانيه. نبص نعمل ديلي. شفت الكلام بيتحرك. طبعا لما بيوصل لغايه 250 بيرجع تاني للصفر، بيعدي ال 255 هيروح فين تاني؟ فبيرجع للزيرو تاني. بس انا حاسس كده ان الباسز في قفزات، طب ممكن اخليها يعني ناعمه شويه سموث شويه؟ ممكن عادي. ازاي اخليه بدل ما يتاخر 100 ملي ثانيه ممكن اخليه يتاخر 10 ثواني، يعني يلف اسرع، وبدل ما يزود 10 اللي هي صوره القفزات يزود 1 وليكن. فنشوف الكلام ده، هي تقريبا بيتحرك نفس الحركه بس بشكل سموث، شكل يعني ناعمه قوي.
ليه؟ ايه اللي انا عملته؟ ان هو بيجي هنا يزود واحد بس بيلف 10 مرات بسرعة بسرعة، يعني بشكل اسرع بكتير جدا مما كنت من الطريقة الاولانية. وبالطريقة دي هاجي لو انا ركبت وليكن موتور او ركبت ليد على الاقل على الرجل ده، هلاقيه عمال ايدي لغاية ما يوصل توهج، اعلى توهج، وبعدين يرجع تاني يبتدي وكأنه فيد، يعني بيبتدي كده من البداية خالص. تمام.